بسم الله الرحمن الرحيم. قد يصاب كل شخص خلال مرحلة ما من حياته برمال الكلى. رمال الكلى أسبابها متعددة، ولكن نقص شرب السوائل هو أحد الأسباب الرئيسية. قد لا يظهر على بعض الأشخاص أي أعراض، وخاصة إذا كانت الرمال صغيرة وتمر عبر المسالك البولية، ولكن عندما يزيد حجمها وتتجمع في الكلى عندها تبدأ الأعراض، والتي تبدأ غالبا بآلام كلوية تؤدي بالمريض إلى مراجعة الطبيب. رمال الكلى علاجها سهل، ويوصف لها عادة الإكثار من تناول السوائل وتحديدا الماء. هناك علاجات أخرى، ولكن مغلي الشعير هو علاج جيد لرمال الكلى. يؤخذ ربع كيلو جرام من بذور الشعير، يضاف لها 2 لتر ماء، تغلى على النار لمدة 5 إلى 10 دقائق، تبرد وتصفى، ويستخدم كوب أو كأس ماء كبير من مغلي الشعير كل ساعتين على مدار اليوم ولمدة 3 أيام متتالية. كما قلت، مغلي الشعير هو علاج جيد لرمال الكلى، ولكن طريقة الاستخدام هي المهمة لعلاج رمال الكلى. لذلك يستخدم كوب أو كأس ماء كبير من مغلي الشعير كل ساعتين على مدار اليوم ولمدة 3 أيام متتالية. دمتم بخير ودامت الصحة للجميع.